هي جملة من الاعتذارات الواجبة أقدمها، أقدمها لشعب البحرين الذي له حقوق مقرة وفقا لأي كيان سياسي وأي دولة، في كونك يا شعب البحرين مصدرا للسلطات جميعا. وأقدم اعتذاري واعتذارنا لكم في أننا بالرغم من أننا بذلنا ما في وسعنا وهذا عذرنا لكم، ولكننا نقدم هذه الاعتذارات خوفا من التقصير. نعتذر لكم يا مصدر السلطات بأن سلطاتكم مصادرة، ولم نستطع لحد الآن أن نسترجع لكم سلطاتكم، فسلطة التشريع مصادرة من عندكم بالتعيين، وسلطة التنفيذ مصادرة من عندكم بالتعيين، وسلطتكم كشعب مصادرة بحيث إدارة شؤونكم وبلدكم لا تشاركون فيها. نعتذر لكم أيها الشعب الكريم، على الرغم من جهدنا طوال فترة سنوات، أننا لم نستطع حتى هذه اللحظة أن نوقف سرقة مالكم، فلا زال مالكم يسرق، ولا زالت أرضكم تسرق، ولا زالت سواحلكم مستأثر بها وتنهب منكم. نعتذر لكم يا شعب البحرين، وأنتم أهل هذا البلد الطيب الذين وجدتم فيه جيلا بعد جيل، أن يوقفكم في نقطة تفتيش من لا يحسن العربية ومن ليس له علاقة بوطنكم، فيمسكم بكلمة أو يمسكم بإجراء ينتقص من كرامتكم ظلما. نعتذر لكم لأن هناك مرتزقة لا علاقة لها بالبحرين في تاريخ البحرين، أي ليسوا من البحرين، يمارسون الضرب والقتل والعقاب الجماعي عليكم. نعتذر لكم أيها الأمهات والآباء من أسر الشهداء، لأننا لحد هذه اللحظة لم نستطع أن نقدم من قتل أبناءكم إلى محاكم عادلة كما أوصى السيد بسوني. نعتذر لكم أيها المعتقلون ظلما وجورا وتعسفا، لأنكم تخضعون خلف المعتقلات وفي الزنازين، ولم نستطع الإفراج عنكم كما تستحقون لتعيشوا حياتكم الطبيعية. نعتذر لكم أيها الإخوة والأبناء، وأنتم تتعرضون إلى التعذيب من أجل نزع الاعترافات أو من أجل التشفي منكم كما قال السيد بسيوني وقالت سائر المنظمات الدولية. نعتذر منك يا ريحانة وسائر نسائنا المعتقلات، لأن هناك من يتعرض لحيائكن وعفتكن دون أن يردع.
نعتذر للمفصولين الذين لم يعودوا إلى مواقع عملهم، أو إلى الذين لم يعودوا من الأصل إلى أعمالهم. نعتذر من كل ضحية لحملة القمع المستمرة، فاقبلوا اعتذارنا، فقد بذلنا أو كنا نعتقد أننا بذلنا كل ما في وسعنا، ونعاهدكم على بذل كل ما في أيدينا في مستقبل أيامنا من أجل حقوقكم المشروعة، ومن أجل العدالة التي أوصى بها تقدير السيد بسوني عن 3 أشهر اللي عالجها وهي مستمرة لمدة 30 شهرا الآن.